لقد بدأت مصر بالفعل مسيرة جادة نحو بناء مستقبل مشرق لأبنائها، ونتطلع فيها لدعم قوى من شركائنا وفي مقدمتهم المدينة. ويسعدني في هذا الإطار أن أشيد بما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من طفرة في مختلف القطاعات، فضلاً عن قيام العديد من الشركات الألمانية بالمساهمة في مشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر حالياً. إنني أتطلع من أجل تطوير الشراكة المصرية الألمانية والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والألماني الصديقين.